وصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. رجع الكورة عن طريق قائد الفريق محمود الدريدي. ما زالت مسالح الشريبة. نوف الروسي. تبع فيه سامح الدرباني. وتقص ترجع لصالح الشبيبة القيروانية التوليبة. حمزة الشطبري نوف اليوسفي. نوف اليوسفي وصل الكرة ليد بتاع الشبيبة. رجع الكرة في وسط الميدان. نوف اليوسفي. نوف اليوسفي يضغط يمسكني لكن عادل الشاعري. نوف اليوسفي. نوف اليوسفي والضغط على نوف اليوسفي من جانب سامح الدربالي. نوف اليوسفي توصل بلال طرابلسي من اليسار الى وسط الميدان. نوفل اليوسفي. نوفل اليوسفي يروض. نوفل اليوسفي. نوفل اليوسفي مازال يحتفظ بالكره. يفتكها محمد في هذا الشوط الثاني. اعاده طرود ياسين بشعاله. نوفل اليوسفي سدد ارضيه والعمرتين خرجها الكاد تغلط الحارس عاطف الخيري. اذا التماس امير حاج مسعود خرج الكره بين طرود مروان الترودي ثم علي العابي ياسين بوشعالة. نوفل اليوسفي يلعب واحد اثنين مع علي العابي. تنجح العملية والكرة جانبية لصالح النادي الافريقي. كرة كانت بين واحد اثنين بين علي العابي ونوفل اليوسفي. تخريج كرة الاتحاد النادي المنستيري سريع جدا. الاتحاد في عكس الهجومات مع نوفل اليوسفي حسين المسعدي بوران غنام ثلاثي من ابو منستيري. قبل الكرة إقبالا إلى وين صمود إلى جاليوس. وين صمود بيه تمرير إلى نوفل اليوسفي. نوفل اليوسفي وتميس إلى إقبالا. إقبالا نوفل اليوسفي. نوفل اليوسفي إلى برين غنيم. مراد العمق في هذه المباراة. نوفل اليوسفي. نوفل اليوسفي أجل في العمق. كان الكورة كان والتدخل من الحارس أيمن المسعود. التدخل ورقة حمراء ورقة. بالتالي نجم الساحلي يضطر انه يدخل انه لاعب هولي اهداف. تبقى الكره من جديد ممتاز. التمرير التسديد من نوفل تعكوت زياده زيادي من جديد لكن ترجع لنوفل اليوسفي. اليوسفي في مراوغه اولى وثانيه. ممتاز الملعب في هذا الشوط الاول والنتيجه لا تزال على قصاوي. زياده المشبوك ياخذ كوت هو التعديل. نوفل اليوسفي يعدل الكرة. كراموكو يسدد العربي المجري يقوم بالأوزار ويعدل السكور في ملعب حمام الأنف. واحد واحد وآخر الشوط الأول تشتعل فيها المباراة. في 10 دقائق شهدنا الأهداف الأولى عن طريق ضربة جزاء نجح فيها سلام القزناوي والثانية وبالكرة الثانية نوفل اليوسفي بامتياز المهاجمين القناصين. فكر بشباب تميم. ترجع الكرة من جديد إلى نوفل اليوسفي. طويلة الكرة باتجاه جونيور كراموكو. يعمل ضغط كبير يعمل خطورة كبيرة. كراموكو نوفل اليوسفي. طيب التمرير لبرهان غنام. خذوا هيك مع اليوسفي. تغيير وجهة اللعب إلى السعيد. الاستقبال من العربية الماجري. تبقى الكرة الاتحاد. نوفل اليوسفي يوزع الكرة من جديد. غريبة. تكلف نادي حمام الأنف قبول الهدف الثاني. هذه الإعادة. هذا حسام السلام. سيد المشموم. نوفل اليوسفي يبحث عن الحلول الفردية. نوفل اليوسفي مهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري. يضغط زيادة زيادة. We'll be right back.
انقاد ايمن بن عمر وهجوم ومرر فيه الكره الكرامكو اللي بدوره مررها ووصل نوفل يوسفي وبراسيه اللي عدل بها النتيجه. على نتيجه اللقاء وسرعه يوسف الخميري تحقق الغايه بمساعده من المدافع عثر جيب سلام النصر اللي يسيء التعامل مع الكره ويسجل هدف في مرميه منذ دقيقه اخر. خاصة من جانب الفرنسي باسكال جاني اللي يعرف يتقبل الضغط ويعول على سرعة علي القربي وأيمن الحرزي في عكس الهجومات. في المقابل وقوفه تضرب على الخام الأيمن الحارس ثم نفس اللاعب يقود هجوم سريع يدخل داخل منطقة الجزاء الدفاع يدخل والحكم يأمر بمواصلة اللعب. غنباري نوفل اليوسفي ينجح في التنفيذ ويذلل الفارق. الجولة القادمة الحيوان والاتحاد الرياضي التتويج يستضيف النادي الرياضي الخزرجي. إذا هذه الجيران فاصل 4-3 اليوم هي بهدف الفريق عبد الله السوداني في المقام الأخرى يعوضوا نوفل اليوسفي وإن شاء الله نشوفوا يعني مقابلة باهية معناها تليق حجم الفريقين. على الغالب موجودة في ملعب المرسى لكن مش قوية كما المباراة اللي الفارقة في الملعب هذا كما اللي جمعت معناها ملعب جيرتي بمستقبل. ومن جديد هذه خلطة في التحت رجعت من هذه الخلطة في هذا اللقاء الأخير ضمن الجولة الخامسة من مرحلة تقدم الزول باهي الترويج مستمر خطيرة كانت الجولة الخامسة لحساب مرحلة تقدم الزول بعد ما غلط البارح اللقاءات الأخرى من جمعة نادي المزرطي بمستقبل دابس ملعب جيرس شبيب كروان وترجي جرجيس محاولة الفوز بالكرة بطريقة سريعة باهي من نوفل اليوسفي. قاعد قائم مباراة كبيرة برشا يعني جوار دافوي بخلاف يعني تسجيل هدف اللي سجله مستقبل مرسى قاعد يسقط فيه اللاعب الاول اللي يلعب عليه الكرة الاولى. المخالفة كانت تسديدة ممتازة من بلال مسعود والحارس زرت يعني في برضه وانتصار اليوم عرفت معناها بدل طريقة اللعب طريقة معناها تكتيك الفريق إلى 3-4-3 عرفت معناها بحكم اللي كان يسيم تاع لي جوار اللي عنده يعني وجه آخر خليل سيسي ثم نوفل اليوسف. نوفل اليوسف يتقدم يلعب كورة على الجهة اليمين والبغدادي يحاول يلعب الكورة والهجوم المعاكس نوفل اليوسف. نوفل اليوسف يلعب الكرة على الجهة اليسار افضل يا مكلوف بيروس كيف يلعب يلعب نوفل اليوسف. نوفل اليوسف والتميس يسار الصباح يا بكتاح طريقة تحليل تسوي كرة تسوي نوفل اليوسفي كثيرة تفتح العملية التي حتى طويل. نوفل اليوسفي سدد في ديال الحارس التسديدة كانت سهلة ماهوش لحد الآن في ديال الحارس هذه المعلومة اللي سيناها من يعني هيئة المدرب ديال الحارس الوطنية وأولى المحطات تفوز جوج مباريات قبل كريم محمود يلعب مع نوفل اليوسفي الكرة نسيت كيف يصير يرجع لليوسفي تتعاد فوق بالنسبة للحصاوي نوفل اليوسفي يبقي كيف الكرة شوفوا من حمزة الأحمر. نوفل اليوسفي أول لبس للكرة يربح المقابل ومن بعد تصير الغرب معنا على الاختيار الانسب وتعرف معنا فريق كيما النجم الانسان يجب من المهاجمين اللي يقولوا نحن يوزن بالكره يوزن على المدافعين يوزن على الدفاع. اذا الايجابيه فوز على شبيبه القيروان وايضا فوز في سيدي بوزيد ثمين في سور الصفر جري دقائق بالنسبة لمباراة النادي الرياضي البنزرتي الاتحاد التطاوين الثانية في سجل الفريقين الرابطة المحترفة الأولى الذهاب صفر مقابل صفر. الكرة الأخيرة نوفل اليوسفي كجناح أيسر الهجوم لزو حسن السو. نوفل اليوسفي ترجع الكرة من جديد لنوفل اليوسفي التباطؤ
في التوزيع للنادي الرياضي البنزرتي، وثم رفيق الكاميرجي حدد طويل محمد بن عزيزه. نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي يبعد على الحسن سو، يحافظ على الكره نوفل اليوسفي، والمخالفه لا وجود لمخالفه فعلا، فما اجتزاء لاعب مخضر محنك في قيمه اسامه الدراجي. نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، كره من يوسف امبينغي، يبعد الكره سيف الدين الجربي. نوفل اليوسفي لحبيب يكن، محاوله في استغلال المساحات لاتحاد تطاوين. نوفل اليوسفي فريق العب كان يستخدم تيجه فريق الاتحاد تطاوين، الهجوم المعاكس نوفل اليوسفي ويستقل الدفاع. مازالت تعني تسديده ترجع، مازالت خطيره تسديده ثانيه، تضرب الكره في الدفاع، الحكم يامر بوسط اللعب محمد بن عزيزه، فريده توري فوق المرمى، كره من جديد في وسط اللعب. نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي في وسط البلدان، ولا تقاطع مرة أخرى، دور اليوسفي في هذا اللعب، عندنا درجة حتى تصور نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي كذلك عنده دور مهم في هذه المباراة، ترجع لنوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، محمد بن الدفاع يرجع، أما نوفل اليوسفي يحاول يحصل الهجوم الثاني. محمد الجدوبي امتلاك الكره من نوفل اليوسفي، ترجع لصالح عن الكره امام نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي من اللاعبين اللي كانوا موجودين تشكيله سيدي مدير عبد العزيز، يوزع والكره بعيده على قلب الهجوم رفيق الكمرجي، لكن يفضل نوفل اليوسفي وامكانيه تهديف والده والهدف التعادل، هدف التعادل ثم نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي يلعب مع حبيب سلمي، والكيكه الكوره من نوفل اليوسفي لرفيق الكمرجي، رفيق الكمرجي ثم نوفل اليوسفي في متابعه هذه الكوره يتمكن من التمرير. الضغط على فريق اتحاد تطاوين لانه ما عادش عنده ما يخسر. اتحاد تطاوين عنده الكره الان محمد. نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، ولا الجندي لكن يلقى الحل مع نوفل اليوسفي القادم من نجمه مباشره لحمزه المثلوثي. نوفل اليوسفي قبل ستيفان نياركو، لكن الاولويه اسامه العمدوني يدخل مباشره في اجواء النادي الرياضي الصفاقسي، والمحاوله من نوفل اليوسفي في مناطق الجزاء، والبارات ممتازه مره اخرى والكره جانبيه. نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، محمد عبد الله السوداني، محمد عبد الله السوداني، ومن يستنجد بحارسه نعيم المثلوثي، ثم نوفل اليوسفي مباشرة اليوسفي في وسط الميدان، نوفل اليوسفي أمامه فالو نيون، سيف الدين الجربي، سيف الدين الجربي خاصة والنجمة الخلادي كريم العواضي، ثم الكرة الأخيرة لنوفل اليوسفي، ثم رفيق الكمرجي، رفيق الكمرجي، نوفل اليوسفي والذي عبد الجليل، نوفل اليوسفي الهجمات حاليا الفريق المحلي، محمد عبد الله السوداني. محمد مالكي بالنسبة للنادي الساحلي على ضيق عادة مش قاعد ما فماش فارياسيون في اللعب. دفاع اتحاد تطاوين فرصة كبيرة كانت في النجم الرياضي الساحلي. عمالي عبد الجليل، نوفل اليوسفي كان يقول مخالفة للاتحاد، تنفيذها بنجاح يا ابن المساكن، الكرة نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، تعدى نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، نوفل اليوسفي، شنو في المرمى؟ هاجم ما انتظرهاش كل في المكان، رفيق الكمرجي اللي يعرف كل صغيره وكبيره على فريقه السابق يستغل التوزيع نوفل اليوسفي، سوء تقدير من حارسه. نوفل اليوسفي الى هدف لصالح بنيه اليوسفي.
كبرت قالت لهم يلعبوا